السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في دولة تركيا. طبعا يعني طلاب كتير جدا بيحلموا في الدراسة في الدولة دي، لأنها طبعا دولة متميزة جدا ومن أقوى الدول، وجامعاتها جامعات قوية جدا ومصنفة وليها ترتيب عالمي. طيب، المنحة دي مقدمة من جامعة اسمها جامعة بلكانت، بلكانت يونيفرسيتي، فده اسم الجهة المانحة. بالنسبة للمنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجتين فقط، موجهة للطلاب اللي عايزين يدرسوا درجة الماجستير والطلاب اللي عايزين يدرسوا درجة الدكتوراه فقط، تمام؟ المنحة دي بتقدم منح لدرجة البكالوريوس، ولكن منح درجة البكالوريوس مش قوية. المنحة لدرجة الماجستير والدكتوراه تعتبر منحة قوية وممولة بالكامل، عشان كده هنركز في الفيديو ده ان احنا نتكلم عن منح درجة الماجستير والدكتوراه. طيب، بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، كل الدول المتاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب، بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي، التمويل بتاع المنحة دي ممتاز جدا. أول حاجة، أنت بتاخد الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة. تاني حاجة، بتاخد السكن الجامعي بيكون مجانا. تالت حاجة، بتاخد راتب شهري مقداره 4500 ليرة تركية، بما يعادل بالدولار حوالي 620 دولار، فراتب شهري كبير جدا. متنساش كمان السكن مشمول، وكمان وجبات الطعام مشمولة، يعني السكن وجبات الطعام وبتاخد راتب شهري كبير كمان مشمول. كمان التأمين الصحي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، بيكون تكلفة العلاج على حساب المنحة. كمان المنحة دي من مميزاتها إنها بتوفر لك زي كمبيوتر محمول أو لابتوب تقدر تستخدمه في أبحاثك أثناء مدة الدراسة. وكمان بتوفر لك من ضمن المميزات تذاكر طيران لحدوث أحداث علمية، يعني بيكون الجامعة دي لها شراكات مع جامعات تانية ومؤسسات، فبتقدر يعني إنك تروح مثلا مؤسسة في أي دولة أخرى تعمل زي اكستشينج او تبادل، او تحضر مؤتمر علمي عاملاه المؤسسه دي، وبيكون تكلفه السفر وتكلفه يعني البرنامج كله على حساب المنحه، تمام؟ كمان المنحه دي بتوفر حاجه مميزه جدا من ضمن المميزات، ان الطلاب اللي هيكونوا متميزين في درجه الماجستير وهتكون تقديراتهم عاليه، متاح ليهم انهم يكملوا فيما بعد ويحصلوا على منحه اخرى لدرجه الدكتوراه، تمام كده؟ فعندنا مميزات هائله وعديده بالنسبه للمنحه دي. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندك كل التخصصات اللي بتقدمها جامعة بلكانت يونيفرسيتي متاحة لك، تمام؟ فيها تخصصات علمية كتير، تخصصات هندسية، فيها تخصصات أدبية، حقوق، تجارة، إدارة أعمال، كل هذه الأشياء متاحة. فيها تخصصات التربية متاحة برضو، عندنا تخصصات كتيرة جدا متاحة إنك تقدم عليها، تمام؟ كمان بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة. أول حاجة مطلوب منك شهادة التخرج أو كشف الدرجات بتاعتك، تمام؟ ولو أنت في آخر سنة من المؤهل الدراسي الحالي، يعني أنت مثلا بتدرس بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير، وأنت في آخر سنة من بكالوريوس أو في آخر سنة من الماجستير وعايز تدرس دكتوراه، متاح ليك، وبتجيب شهادة السنة اللي قبلها لحين الحصول على شهادة التخرج. تاني حاجة مطلوب منك تعمل خطاب نية، موتيفيشن ليتر، مطلوب 2 خطابات توصية، ومطلوب السيرة الذاتية الخاصة بيك، كل دول تحطهم داخل الابليكيشن، تمام كده؟ طيب، عندنا شوية ملاحظات برضو، ان المنحة دي ما فيهاش حد اقصى العمر، يعني متاحة لجميع الاعمار. وركز معايا في الحاجة التانية اللي انا هقولها دي، ان المنحة دي بتحتاج شهادة لغة انجليزية عشان تقدم فيها، تمام؟ شهادة لغة دولية، ولكن المنحة دي ميزتها انك ممكن تقدر تقدم حاليا حتى لو انت مش عندك شهادة لغة، بتقدر تقدم، يعني لو مش عندك اي جيت ستوديك، يعني مش عندك اي شهادة من الشهادات الدولية للغة، بتقدر تقدم عادي. ولكن بعد حصولك على المنحة، يعني اذا اتقبلت في المنحة، بتاخد حاجة اسمها قبول مشروط، ويجب انك توفر شهادة اللغة قبل بدء الدراسة. فدي برضو من المميزات، انك مش مطلوب حاليا انك توفر شهادة اللغة، يعني ممكن تتقبل، ولما تتقبل ساعتها هيكون ليك الحافز انك تقدر توفر شهادة اللغة، تمام كده؟ طيب، بالنسبة لآخر ميعاد للمنحة دي، المنحة دي متاحة حتى 2 يونيو 2021، متاح ليك إنك تقدم فيها، فلسه عندك فترة كبيرة، ولكن أنت تبدأ تجهز نفسك من دلوقتي وتشوف إيه المتطلبات اللي محتاجاها المنحة دي، تمام كده؟ كمان ما تنسوش إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية، زي اللي إحنا بنوفر منح مضمونة القبول في دولة الصين بنسبة 100%، بنضمن لك الدراسة في الصين
كمنحه. كمان بنوفر التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، ان لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. بنوفر لك خدمه تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم لاي منحه بنفسك، وخدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من الفرص وكلك في المنح والفرص. تمام كده. ولو عايزين اي خدمه من هذه الخدمات بتلاقوا رابط كل الخدمات دي موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه دي وكيفيه التقديم. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا برضو عليه فرص ومنح كتيره جدا، يا ريت تتصفحوها عشان كلها منح مميزه وفريده من نوعها. تمام. طيب بالنسبه للمنحه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي المنحه، تمام. كل التفاصيل بتاعه المنحه موجوده هنا، الدوله، الجهه المانحه، المرحله الدراسيه، التمويل بتاع المنحه، التخصصات، الاوراق المطلوبه، اخر ميعاد، امتى، كل التفاصيل موضحه. تمام. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف بقى الاعلان الرسمي للمنحه والابلكيشن الخاص بالتقديم. هتيجي تضغط هنا على الاعلان الرسمي للمنحه، هيفتح معاك كل التفاصيل اللي انا قلتها في الموقع الرسمي للمنحه باللغه الانجليزيه. تمام. هيفتح معانا هنا كل التفاصيل. والجامعه دي بتقدم منح عديده جدا، يعني في كذا شكل او كذا نوع للمنح، ولكن النوع اللي احنا مهتمين بيه هو النوع ده، تمام، اللي هو يونيفرسيتي جراديويت فيلوشيب. تمام. وهنا موضح لك بالنسبه للدكتوراه، طلاب الدكتوراه، بالنسبه لطلاب الماجستير، التمويل بتاع كل درجه فيهم. تمام. بيوفروا ايه، كل التفاصيل الخاصه بالتمويل موضح هنا. ودي طبعا انواع تانية من المنح، ولكن يعني بتكون لفئات مختلفه وبيكون لها شروط معينه، ولكن احنا مهتمين بالنوع الاول ده. تمام كده. طيب تعال نشوف دلوقتي الابلكيشن الخاص بالتقديم. هتيجي تضغط هنا على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم بسيط مش معقد، ولكن كل سيكشن فيه لازم تملأه بعنايه. تمام. طيب انت دلوقتي كمستخدم جديد لسه لاول مره على الويب سايت، ما عندكش اكونت على موقع المنحه، تعمل ايه؟ تروح على كلمه نيو ابلكيشن دي، تعمل الاول اكونت على موقع المنحه. تمام. فتروح تعمل كرييت اكونت، هيظهر معاك بالشكل ده، تحط هنا الايميل بتاعك، تحط الباسورد، تعمل كرييت الباسورد، تحط اسمك واسم العائله، وايه لو انت مقيم في تركيا بتحط الاي دي، لو انت ما عندكش اقامه في تركيا خلاص. تمام. وبتحط رقم الهاتف بتاعك، وبتعمل كلمة ابلي، وكده يبقى انت عملت كرييت اكونت على موقع المنحة. بعدين بعد لما بتنشئ الاكونت بترجع تاني يعني بتكتب بقى البيانات بتاعت اللوجين، بتحط الايميل بتاعك وتحط الباسورد وتضغط على كلمة لوجين عشان تخش للابلكيشن الخاص بيك. تمام. طيب ركز بقى معايا، اول لما انت بتخش للابلكيشن بيظهر لك عندك بالشكل ده زي ثلاث كليات متاح ليهم، او ثلاث يعني ايه نقول ايه ثلاث تخصصات رئيسية وجواها تخصصات فرعية. زي مثلا لو انت مهتم بالتخصصات الهندسيه الانجنييرنج والساينس، فبتضغط على الكليه دي وبتلاقي جواها تخصصات فرعيه تانية زي هندسه مدنيه، ميكانيكيه، تخصصات علميه خاصه بالساينس وما الى ذلك. لو انت مهتم بالتخصصات الادبيه زي الحقوق والتجاره والتمويل والحاجات دي كلها، فبتلاقيها موجوده هنا. لو انت مهتم بتخصصات التربيه الاديوكيشن بتلاقيها موجوده هنا، وده مش التخصص الرئيسي، خلي بالك ان دول يعني تخصصات، اقصد يعني دول مش التخصصات الفرعيه، دول التخصصات الرئيسيه وجواهم تخصصات فرعيه كتيره جدا. تمام. طيب انا مثلا هختار كليه الانجنييرنج والساينس، هضغط عليها. تمام. هيدخلني بقى للابلكيشن الخاص بالكليه دي، وابدا انا املى كل سيكشن موجود فيه. اول سيكشن عندي اللي هو البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه بتاعتك. طبعا بتحط معلوماتك الشخصيه، بتعمل ابلود فوتو، بتحمل صوره شخصيه ليك. هنا الايدنتيتي يعني الهويه بتاعتك. تمام. زي ما احنا قلنا تحط جواز السفر بتاعك، مش مطلوب جواز السفر بشكل الزامي، مش معمول عليه نجمه حمراء انه مطلوب بشكل الزامي، بس لو عندك جواز سفر بتحط بياناته هنا. تختار هنا التخصص، الديبارتمنت عندك زي ما انا قلت، بتلاقي تخصصات فرعيه، دي التخصصات الفرعيه اللي موجوده داخل التخصصات الهندسيه او موجوده داخل كليه الهندسه مثلا. بتلاقي عندك كمبيوتر انجينيرنج، اندستريال انجينيرنج، هكذا. تمام. وبتختار المرحله الدراسيه، مثلا اخترت انا كيمستري، بعد كده بيظهر لك البروجرام. تمام. بتختار عايز تقدم ماجستير ولا دكتوراه، بتختار من هنا. تمام. بيظهر لك هنا الكونتاكت انفو اللي هي معلومات التواصل، المدينه اللي انت مقيم فيها، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، عنوانك، رقم تليفونك، الحاجات دي كلها بتحطها هنا. الهاي سكول بتكتب انت اتخرجت من اي مدرسه واسم المدرسه دي ايه. هنا بالنسبه للاندر جراديت ديجري، بالنسبه للجامعه بتاعتك في مرحله البكالوريوس بتحط البيانات بتاعتها، ولو انت في اخر سنه بتحط تاريخ التوقع للتخرج. تمام. وبتحط الترانسكريبت، اخر ترانسكريبت معاك او اخر كشف درجات معاك. هنا لو انت هتقدم على دكتوراه يبقى لازم انك تحط كمان بيانات الماجستير. تمام. هنا دي بالنسبه لشهادات اللغه،
مش مطلوبه بشكل الزامي عند التقديم، ولكن لو تم قبولك في المنحه بتحصل على حاجه اسمها كونديشنال اوفر، عرض مشروط انك لازم قبل الدراسه ما تبدا لازم تكون وفرت شهاده اللغه. تمام كده. هنا معلومات التوصيه، بتحط شخصين على الاقل، شخصين عندك بقى 3 4 بتقدر تحطهم بس على الاقل يكونوا شخصين. هنا الستيتمنت اوف بيربز اللي هو خطاب النيه او الخطاب التحفيزي، بتتبع النماذج اللي مطلوبه هنا وبتكتب خطاب النيه بشكل كويس. هنا بتختار ان انت بقى عايز تقدم لمنحه، فبتختار اول واحده دي انك عايز ديبارتمنتال سكولارشيب، عايز ان هي منحه مقدمه من الجامعه بيكون فيها مانثلي سكولارشيب وتيوشن ويفر، تمام، اللي هو رسوم الدراسه مجانا وبتاخد فيها الراتب الشهري كمان والمميزات اللي احنا قلنا عليها دي. هنا لو انت عندك ابحاث وما الى ذلك وحاجات مهتم بيها بتضيفها هنا، بتحط هنا السي في بتاعك او اي شهادات كورسات تطوعات اخذتها كسبورتنج فايلز، تمام. وهنا بتختار او بتضغط انك موافق بقى على كل شروط المنحه، وفي اخر حاجه هنا بتضغط على كلمه ابلاي، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. تمام. المنحه مش معقده ولكن كل حاجه فيها لازم تعملها بعنايه عشان الابلكيشن بتاعك يكون مؤهل ويكون ابلكيشن كويس. زي ما احنا قلنا التمويل بتاعها وشرحنا كل التفاصيل. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، وخدمه التقديم وتجهيز الاوراق وخدمه تقديم على الكورسات، وروابط خدماتنا بتلاقوها في اللينك ده. فان شاء الله يعني يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.